وقعت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اتفاقية تدشين منصة خدمات تشغيل وتطوير إصدار بطاقات كفاءة الطاقة. هذا وقد أكد الشيخ حمد بن سلمان الخليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية أن هذه الاتفاقية تأتي ثمرة لجهود كل من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تحققت بعد رغبة الطرفين في تطوير آليات تخدم التوجهات الوطنية وتعزز العمل الخليجي المشترك، وصولا لتطوير آلية خليجية موحدة لإجراءات تقويم المطابقة لبطاقات كفاءة الطاقة للمكيفات البحرينية في إطار النظام الخليجي الموحد، مشيرا بأنه تم تطبيق بطاقة كفاءة الطاقة على أجهزة التكييف الواردة عبر المنافذ الجمركية لمملكة البحرين والمتداولة في الأسواق المحلية منذ عام 2015. وتعتبر هيئة الكهرباء والماء المتمثلة في إدارة ترشيد استهلاك الكهرباء والماء الشريك الأساسي في تنظيم عملية الرقابة على الشراطات ومعايير الكفاءة لإصدار بطاقات كفاءة الطاقة، من خلال التعامل بشكل مباشر مع جميع المشغلين الاقتصاديين المعنيين بالأجهزة التكييف في مملكة البحرين بعد التنسيق مع إدارة الفحص والمقاييس بالوزارة. طبعا توقيع الاتفاقية هذا اليوم يعتبر حدث تاريخي بالنسبة لمملكة البحرين وإدارة الفحص والمقاييس بالتعاون مع إدارة ترشيد استهلاك الكهرباء والماء بهيئة الكهرباء والماء، نظرا لأن هذا التوقيع على هذه الاتفاقية هو عبارة عن تدشين المنظومة البحرينية لاستصدار بطاقات كفاءة الطاقة بالنسبة إلى الأجهزة الكهربائية منخفضة الجهد والمكيفات. فهذا بحد ذاته هو أحد المشاريع المشتركة مع الهيئة الخليجية للمواصفات والمقاييس، وهو يأتي في إطار المشاريع المشتركة على مستوى هيئة التقييس الخليجية، وإن شاء الله نحن نتأمل أن تنضم الدول الخليجية الأخرى إلى هذا المشروع في استصدار بطاقات الكفاءة من خلال هذه المنظومة المشتركة. طبعا هذه الاتفاقية هي عبارة عن اتفاقية لتشغيل نظام إلكتروني لاستصدار بطاقات أجهزة التكييف كمرحلة أولى، وإن شاء الله سيتم إدراج مجموعة من الأجهزة الكهربائية منخفضة الجهد إليها في مراحل لاحقة إن شاء الله.